بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده حصه جديده من حصص الحان اسبوع الالام. احنا كنا بدانا في لحن كي ابرتو، اللحن الادريبي اللي بيتركب عليه المزمور الحزيني، وخدنا الربع الاولاني على 3 حصص، فالمفروض ان هو يكون اتحفظ ان شاء الله. النهارده هناخد الربع الثاني، هناخده بسرعه، وناخد الربع الجديد اللي هو الثالث. انا مش يعني ممكن اراجع على كي بيرتو الاولاني وادخل على طول على التاني بسرعه. اسمعوا مني كده، نراجع عليه نفتكره مع بعض. كي الثاني كلماته تيس اكرو سي اوستو اجيو اف انجيليو، نفس الهزات بالظبط، ولكن هنا بيعلمنا في الحته دي لما نوصل لها هتشوفوا ان احنا ممكن ما ننطقش لو الكلمات قليله، ممكن ان احنا ما ننطقش. احنا هنا كنا قلنا او او كا تا، دي نطقنا في الجزء ده، لكن في الربع الثاني هيعلمك ازاي ان انت ممكن تقول هنا هزات من غير ما تحط ايه كلمات. تعال كده نشوف بقى بيقولها ازاي. تي سا آ 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 كرو آ آ آ حولها تاني. تي سا آ 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 كرو آ آ آ آ آ آ خد بالك آ آ آ آ شوف هنا ما كانش فيه ايه؟ مفيش نطق، المفروض ان قبل كده كان فيها نطق، فعادي ممكن انت لو عندك الكلمات قليلة ممكن ما تنطقش هنا.
أكرو وكمل كله عادي. حولها تاني المقدمة دي. تيسا كله لغايه الحته اللي عندها النطق. احنا كنا الحته اللي عندها النطق كده كنا من هنا بنقول ايه؟ او 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 سي، صح؟ هنا برضو بيعلمك ان هي لو الكلمه كبيره مش لازم اقول 4 هزات، ممكن اقول هزتين واخلي الهزتين التانيين في جوه الكلمه. نفس زمن الجمله الموسيقيه نفسها هي هيها. يعني انا قلت ايه؟ او 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 سي، هنا بقى او 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 او. زي مثلا لو عندي هنا في الربع اللي قبله كانت حرف واحد او حرفين، حرفين. لو انا عندي بقى في الحته دي كلام كتير وفي كلمه مثلا زي بشويس في نوتي، فممكن اقولها ازاي؟ ايه بشويس في نوتي. شفت انا حطيت كلمتين بحالهم هنا، بس شلت الايه؟ بدل ما هم 4 هزات خليتهم هزتين، وحطيت مكان الهزتين كلمات. فهنا نفس الموضوع بيديهولك هنا، المثال اللي هو مديهولك هنا في الايه؟ في الربع ده. فنعمل ازاي؟ او او آ جي او 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 سهلة، مفيش فيها أي جديد، نفس الهزات هي هيها، هو مجرد تغيير في نطق الكلمات. خلاص؟ ده الربع الثاني ما فيهوش أي حاجة خالص زي ما أنتم شايفين. الربع الثالث هو المختلف، الربع الثالث صغير خالص مش هياخد مننا حاجة. هناخده بعد كده نقول الربعين نراجعهم الاثنين مع بعض في الآخر. الربع الثالث ده اللي إحنا بنسميه المحير، هو مختلف لحنا خالص عن اللحن بتاع المزمور كله، وبندخل من الثالث للرابع بدون قليله في النص. مفيش قليله في النص، بندخل على طول في الرابع مفيش قليله في النص، يعني اللي هيقول وراك قليله ياه هيقول ورا الربع الاولاني وورا الربع الثاني. وبعد كده انت هتقول الثالث وتخش منه في الرابع على طول، مفيش قليله ياه. مفيش فاصل. طيب الكلمات بتاعته بتقول ايه؟ بتقول كيريون، كيتون، ثيون، ايمون. كيريون، كيتون، ثيون، ايمون. خلينا نعرف معاني اللحن اللي احنا بنقراه. احنا قلنا الاول كي ابرتو كاتاكسيو ثيني ماس، من اجل ان نكون مستحقين. تيس اكرو، تيس اكرو ثيوس تو اجيو اف انجيليو، لسماع الانجيل المقدس. ك
كريون كيتون ثيون إيمون، إلى ربنا وإلهنا نتوسل. وبعد كده إيه كتف سومين صوفيا أرسية أكو سومين تو أجيو إف أنجيليو، نتوسل بحكمة مستقيمين انصتوا للإنجيل المقدس. طيب خلينا نشوف بقى اللحن اللي هو بتاع الربع الثالث ده بيقول ايه بقى، بيبدأ ازاي؟ كي اي 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 اي. هقول تاني، خد بالك الأولانية واقفة كده، بتقول ازاي؟ كي اي كي اي 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 اي. تاني كي اي 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 اي. كم مرة؟ كي اي 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 اي. تاني كي اي 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 اي. كي اي 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 اي. تاني كي اي 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 اي. ودي جملة وخلصت، بعدين اعيد تاني اي اي زي كي اي. عيد تاني هنا اي 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 اي. بكرر دول صح؟ هقولها تاني كي اي 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 اي. خلصنا كده. بعدها اي اي زي دي اي 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 اي. يعني اكني بعيد الجمله كلها تاني، بس بدل ما اقول اي اي اي، لا مش هقول دي بقى، دي مش هقولها، فهقول ازاي تاني؟ عيد اي 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 اي. واحدة اي 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 اي، يعني واحدة فاصلة وبكررها تاني، اقولها تاني اي 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 اي. هنا اي 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 اي. قول من الاول، اسمع مني، يعني هم بكررهم بس بدل ما بختمها هنا بزود عليها واحده شبهها، هي هي، فهقولها تاني، اسمع من الاول كي اي 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 اي. كأني بحط رجلي على أول السلمة اي اي اي، عشان أقول العالي اي 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 اي. هقول تاني من الأول كي اي 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 اي. اول جملة خلصت، اعيد تاني اي 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 اي.
هزه اي 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 دي زيها شبهها شويه اي 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 بحط رجلي اي 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 وبعدين اطلع على العالي اي 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 بنزل السلم بقى يعني هنا بطلع اي 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 طلعت ونزلت تاني. حاول على بعضها بقى. كي اي 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 بعد كده كتون سي اون اي مو واخد العالي كتون مفيش جديد كتون سي اون اي مو او 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 سهلة يبقى ما فيهاش جديد أول ما وصلت عند العالي هنا هو نفسه اللي بيتكرر هنا تاني يبقى هقوله كله على بعض. طب ما الربع ده هيتركب إزاي؟ الربع ده هيتركب إن أنت هتمسك أول كلمة تقول فيها الحتة دي وبعدين بقية كلام الربع تاخده تقوله كله ورا بعضه لغاية ما توصل لآخر كلمة في الربع هتقول فيها الهزات دي. نقولها إزاي بقى؟ كله هنتعلمه بعد ما نخلص ان شاء الله. هنجيب مزمور واتنين ونركب عليهم ونتعلم ازاي بنركب. خلينا نحفظ اللحن الاول ونركز فيه لان اللحن مهم ان احنا نحفظه ونحفظ هو بيمشي ازاي. كي اي 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 لا معلش انا اسف انا غلطت هنا. كي اي 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 اريون كتون سي اون اي مو او 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 ومنه بدخل على الرابع على طول. طيب هعيده تاني وبعد كده اعيد الربعين اللي احنا خدناهم واخلص الحصه النهارده والمره الجايه هنخلص اللي احنا ان شاء الله مع المراجعه. كي اي 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 اي
يا اي 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 اريون كتون سي اون اي مو او 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 هراجع الربعين اللي انا خدتهم النهارده. تي سا شكرا، واشوفكم المره الجايه تكونوا حفظتوا كده. خلصنا اللحن.
وان شاء الله المره الجايه هنخلص اخر ربع مع المراجعه ونوزع المزامير ان شاء الله. شكرا، نشوفكم الحصه الجايه.